معنا مشاهدينا الكرام عبر سكايب من باريس باحث في القانون الدولي الدكتور اسماعيل خلف الله، مرحبا بك دكتور اسماعيل. اذا تظاهرات حاشده في الجزائر العاصمه وفي العديد ايضا من المدن الجزائريه رفضا لاعاده ترشح الرئيس بوتفليقه لولايه خامسه، كيف ترى هذا الحراك الشعبي وتوقيته؟ باختصار اراه رساله قويه للسلطة ولأولئك المستفيدون من هذا الوضع، هذا الوضع الهزلي وهذا الاستخفاف بالشعب الجزائري رفضه. وفي هذا الحراك، هذا الخروج الجماهيري العريض من شتى مدن الجزائر وبطريقة حضارية سلمية، أعطت صورة لتحضر هذا الشعب ولنضجه ولوعيه، وقد أثبت أنه سياسي بامتياز وعلى أنه يرفض هذه السيناريوهات التي تحاك من طرف هؤلاء من يمثلون السلطة على أساس تقديم هذا الكادر لعهدة خامسة. القضية لم تبقى في العهدة الخامسة فقط، فالعهدة الخامسة يعني 25 سنة، ونحن نعيش في المفروض في منظومة ديمقراطية ونعيش في جمهورية وليست ملكية وليست كذا، فالقضية لم تبقى في 25 سنة لهذا الرجل، لكن في أن حالة وضعيته الصحية، الوضعية الصحية الرجل ميت، الرجل غائب مغيب لا طيب. لا يستطيع. هناك أيضا هناك خبر دكتور إسماعيل بأن طيارة بوتفليقة قد عادت من جنيف وليس على متنها بوتفليقة، كيف ترى هذا الخبر إن كنت من المتابعين له؟ هذه دليل قطعي على ما كنا نقوله على أن هؤلاء يكذبون ويكذبون ويكذبون على أن صحة الرئيس، نقول عبد العزيز بوتفليقة على أنه سليم وأنه يستطيع أن يقدم ملفه، وأنهم كانوا يضعون سيناريوهات على أساس أو أنهم كانوا يخططون بأن الرجل سيقوم يوم الثلاثاء الماضي بتدشين توسعة المطار وبتدشين المسجد الكبير، مسجد الجزائر الكبير، والآن ها هي طائرة الرئاسة ترجع فارغة على أساس أن الرجل حالته الصحية في تدهور كبير، وأن أطباءه في سويسرا بدأوا يخرجون المسطور على أن الرجل لا يستطيع أن يتقدم ولا يستطيع أن يقوم ابسط ما متطلبات يعني متطلباته الشخصيه يعني. نعم، هناك تطور كبير في تعامل الشرطه ايضا مع المتظاهرين اليوم، لم تعد هذه الشرطه تضبط النفس كما كانت تعلن في الايام الماضيه، ما تفسيرك لاستخدام الشرطه العنف ضد المتظاهرين اليوم؟ انا لا اقول ان الشرطه استعملت العنف ضد المتظاهرين، لان الصوره واضحه، اذا كانت هناك حالة أو حالتين فهذا لا نستطيع أن نجمع عنها المدن الجزائر باقي المدن الجزائرية، المدن الجزائر إذا كانت حالة العاصمة حالة خاصة فالمدن الأخرى كانت سلمية 100%، وأن الصور وتستطيعون أن ترجعوا للصور، هناك مدن شبابها بعد انتهاء المسيرة وأغلبية المدن يعني أغلبية المدن بما فيها العاصمة أنه بعد انتهاء المسيرات قاموا بتنظيف الشوارع، هذه الصورة تعطينا، وأن الاحتكاك بين الجماهير والقوات الأمنية لم تكن هناك، كانت حالات محدودة في العاصمة، وهذا لا يعني والذي المستفيد الأول من هذا العنف هي السلطة في حد ذاتها، فهم سربوا أو قاموا بتسريب تسجيل أو مكالمة بين سلال وبين حداد على أساس أنهم قالوا فيها كلمة كلاش، وكلمة كلاش هو السلاح، يعني معنى ذلك أن هؤلاء يريدون أن يستخدموا العنف، يصعدوا الأمر وتكون هناك فوضى وتكون هناك تخريب وتكسير حتى حتى تكون لهم مبررات لإنهاء هذه المسيرات ويقولوا على ويرجعوا لروايتهم على أن الشارع إذا خرج فإن هناك التخريب وهناك التكسير وهناك الخراب، واضح، فلا نستطيع أن نقول بأن كانت أن أقول أن المسيرة كانت سلمية. طيب دكتور إسماعيل،
نعم نعم هناك تحرك نوعي للمتظاهرين وذلك بالتوجه نحو مقر الحكومة والقصر الجمهوري. ما الرسائل التي أراد المتظاهرون إرسالها باستهداف هذه المقار المهمة؟ الجماهير تقول لهذه السلطة كفى عبثا، وكفى بهذه عهدة العهدة الخامسة، وكفى بالعبث بالجزائر وبمصير الجزائر. هذه الجزائر نفذ صبر الجزائريين الذين صبروا وهم كانوا يراهنون، هذه السلطة كانت تراهن دائما على أن الشعب الجزائري مر بعشرية سوداء وهو لا يريد أن يعود لهذه العشرية، وهم يخوفونه دائما بها ويخوفونه أيضا بصورة سوريا أو اليمن أو غيرها أو ليبيا أو كذا. فالآن هذا حاجز الخوف نزعه هذا الشعب الجزائري ونفذ صفره، وهو الآن يخرج سلميا، فهذه رسالة واضحة، لأنه يقولون أننا كفى بهذا الاستهتار، كفى بهذا العبث. يريدون الذهاب، الشعب الجزائري يريدون إلى الذهاب إلى بناء جمهورية حقيقية ديمقراطية متطورة. يعني هذا العشرين سنة التي كان من المفروض الخزينة دخلت أكثر من 1,000 مليار دولار دخل الخزينة، ولم تستطع هذه مشاريع الرئيس التي يسوقونها دائما، لم تستطع بناء مستشفى نعم دكتور يعالج فيه الرئيس، وهو الآن في سويسرا للأسف الشديد، وهي طائرة تعود من سويسرا. العوض أن يكون كان واضح في هذه العشرين سنة كان أن يستطيع أن يبني مستشفى نعم دكتور إسماعيل هو فقط. شكرا جزيلا لك دكتور إسماعيل خلف الله من باريس عبر سكايب باحث في القانون الدولي.